بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد بركات، هشرح مادة إدارة المشروعات الطبية المقررة على طلاب المستوى الرابع الفصل الدراسي الأول تخصص إدارة مستشفيات. هنتناول أول نقطة اللي هي تعريف المستشفى. فبنقول المستشفى هي منظمة خدمية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية المتميزة للمرضى والمصابين عن طريق القيام بمجموعة من الوظائف الإدارية والتنظيمية بهدف الاستغلال الأمثل لمجموعة الموارد والإمكانيات المتاحة وبغرض تحقيق الأهداف الموضوعة، وذلك في ظل مجموعة من الظروف البيئية المحيطة. النقطة الثانية خصائص المستشفى. فالخاصية الأولى يتم تقديم الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية عن طريق الأطباء والصيادلة والممرضين والإداريين ورجال الأمن والعمال. الخاصية الثانية تصنف موارد المستشفى إلى موارد مالية أو الأموال وموارد مادية وبشرية ومعلوماتية وزمنية وعلاقية. الخاصية الثالثة الموارد المالية للمستشفى تشمل كل الأموال المتاحة للصرف على المستشفى، سواء كانت أموال مملوكة أو أموال مقترضة في حالة المستشفيات الخاصة أو تمويل حكومي في حالة المستشفيات الحكومية. بنتابع خصائص المستشفى. الخاصية الرابعة إن الموارد البشرية للمستشفى تشمل الأطباء والصيادلة والممرضين والإداريين ورجال الأمن والعمال المتواجدين بالمستشفى. الخاصية الخامسة إن الموارد المادية للمستشفى تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة والتحاليل ورسم القلب والمخ والأسرة والغرف والمباني. الخاصية السادسة إن الموارد المعلوماتية للمستشفى تشمل المعلومات عن المرضى والعاملين والملاك والمنافسين والموردين والدائنين بجانب المعلومات والمعارف الطبية والتمريضية والفندقية الصريحة أو المكتوبة والضمنية أو المتاحة في أذهان العاملين. هناك خصائص أخرى للمستشفى. فبنشوف الخاصية السابعة إن الموارد الزمنية للمستشفى هي الوقت المتاح للإنجاز. الخاصية الثامنة إن الموارد العلاقية للمستشفى تشمل جودة العلاقات القائمة بين إدارة المستشفى والأطراف المعنية. والأطراف المعنية دي ليها اسم تاني اللي هم أصحاب المصالح. مين هم؟ الملاك والمرضى والعاملين والموردين والدائنين والحكومة زي مصلحة الضرائب ونقابات العاملين. الخاصية التاسعة الكفاءة الإدارية للمستشفى هي قدرة إدارة المستشفى على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة. الخاصية العاشرة الفعالية الإدارية للمستشفى هي قدرة إدارة المستشفى على تحقيق الأهداف الموضوعة خلال فترة زمنية معينة. الخاصية الحداشر اللي هي أن الوظائف الإدارية للمستشفى تشمل ست وظائف اللي هم التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة والتنسيق واتخاذ القرارات. الخاصية الثانية عشر ان الوظائف التنظيمية للمستشفى سبعة هما التمويل او الادارة المالية والمواد او المشتريات والمخازن والموارد البشرية والعمليات اللي هي مقصود بها انتاج الخدمات والتسويق والمعلومات والبحوث والتطوير. من خصائص المستشفى أيضا أن بيئة المستشفى تشمل ثلاث مستويات أساسية هي
المستوى الأول اللي هو البيئة الخارجية العامة، بتشمل العوامل الاقتصادية مثل دخول المرضى أو قدرتهم المالية وأسعار الخدمات الصحية، بجانب العوامل القانونية مثل قوانين العمل، بالإضافة إلى العوامل التكنولوجية مثل الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات الصحية، بجانب العوامل الاجتماعية والثقافية مثل عادة شراء الخدمة الصحية من أقرب مستشفى. المستوى الثاني من مستويات البيئة اللي هو البيئة الخارجية الخاصة، دي بتشمل الأطراف المعنية أو أصحاب المصالح، وهم الملاك والمرضى والعاملين والموردين والدائنين والحكومة مثل مصلحة الضرائب ونقابات العاملين. المستوى الثالث من مستويات بيئة المستشفى اللي هو البيئة الداخلية، بتشمل رسالة المستشفى وأهدافها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها الزمنية ومواردها وإمكانياتها. هنا بنشوف النقطة الثالثة اللي هي وظائف المستشفى، اللي هي بتشمل 1 علاج المرضى والمصابين سواء في الأقسام الداخلية أو في العيادات الخارجية أو في قسم الطوارئ للمستشفى. الوظيفة الثانية وقاية الأفراد من الإصابة بالأمراض عن طريق توعية الأفراد بالأمراض وطرق الوقاية منها وتقديم التطعيمات اللازمة للأفراد. الوظيفة الثالثة تأهيل المرضى على مزاولة الأعمال عن طريق العلاج الطبيعي. الوظيفة الرابعة تحسين الحالة النفسية للمرضى تجاه مشاكلهم المرضية عن طريق الأطباء النفسيين بالمستشفى. الوظيفة الخامسة تعليم وتدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالمستشفى. الوظيفة السادسة إجراء وتنفيذ الأبحاث الطبية المختلفة. نشوف النقطة الرابعة اللي هي أنواع المستشفيات. النوع الأول اللي هي المستشفيات الجامعية، وهي المستشفيات التابعة للجامعات ولكليات الطب مثل الدمرداش وعين شمس التخصصي، ودول تابعين لجامعة عين شمس، ومستشفى القصر العيني ودي تابعة لجامعة القاهرة. النوع الثاني مستشفيات التأمين الصحي، وهي المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي مثل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر. النوع الثالث مستشفيات القوات المسلحة، وهي المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة مثل مستشفى كبر القبة العسكري. بنتابع أنواع المستشفيات. عندنا برضك نوع رابع المستشفيات الحكومية أو العامة، وهي مستشفيات وزارة الصحة والمؤسسة العلاجية. النوع الخامس المستشفيات التعليمية زي مستشفى المطرية التعليمي. النوع السادس المستشفيات النوعية المتخصصة مثل الحميات والأطفال. النوع السابع المستشفيات متعددة التخصصات. النوع الثامن المستشفيات الخاصة، وهي المستشفيات التي تستهدف تحقيق الربح مثل مستشفى السلام الدولي. النوع التاسع المستشفيات الخيرية، وهي المستشفيات والعيادات التي لا تستهدف تحقيق الربح والتابعة للجمعيات الخيرية مثل مستشفى جمعية مصطفى محمود. النقطة الخامسة اللي هي العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند بناء المستشفى. العامل الأول وجود غرف بمساحات مناسبة. العامل الثاني وجود أماكن للأجهزة الثقيلة مثل أجهزة الأشعة. العامل الثالث تخفيض المسافات بين الأقسام المختلفة. العامل الرابع توفير الوسائل المناسبة للانتقال مثل المصاعد والأسرة المتحركة والمقاعد المتحركة وعربات نقل الأغذية والوجبات. العامل الخامس توفير إضاءة مناسبة وأساس مريح. بنشوف النقطة السادسة اللي هي محددات أو العوامل المؤثرة في أداء وفعالية المستشفى. المحدد الأول كفاءة الموارد البشرية بالمستشفى. المحدد الثاني وفرة الموارد المالية الكافية للمستشفى. المحدد الثالث وفرة الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة. المحدد الرابع نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى. المحدد الخامس ثقافة أو توجه إدارة المستشفى بتحقيق الأهداف.
المحدد السادس وضع وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأهداف الموضوعة. هنا بننتقل إلى النقطة السابعة اللي هي مؤشرات قياس كفاءة أداء المستشفيات. عندنا المؤشر الأول عدد حالات الدخول، فكلما زاد هذا العدد دل ذلك على كفاءة أداء المستشفى. المؤشر الثاني عدد حالات المتخرجين أحياء، وكلما زاد هذا العدد دل على كفاءة أداء المستشفى. المؤشر الثالث عدد حالات المتخرجين وفيات، وكلما قل هذا العدد دل على كفاءة أداء المستشفى. المؤشر الرابع اللي هو متوسط فترة الإقامة في المستشفى، وكلما زاد هذا المتوسط دل على كفاءة أداء المستشفى في تقديم الرعاية الكافية للمرضى. ويتم حساب هذا المتوسط بالمعادلة الآتية. المعادلة بتقول أن متوسط فترة إقامة المريض بتساوي بنقسم إجمالي عدد أيام الإقامة للمرضى خلال السنة على إجمالي عدد المرضى المقيمين أو الراقدين في المستشفى خلال السنة. وهناك مؤشرات أخرى لكفاءة أداء المستشفيات. نشوف المؤشر الخامس نسبة إشغال الأسرة السنوية، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة أداء المستشفى. ويتم حساب هذه النسبة بالمعادلة الآتية. المعادلة بتقول أن نسبة إشغال الأسرة السنوية بتساوي بقسم إجمالي عدد أيام الإقامة للمرضى الراقدين أو المقيمين خلال السنة على عدد الأسرة في 365 يوم. المقدار ده كله أو ناتج القسمة بضربه في 100 عشان أطلع نسبة إشغال الأسرة السنوية المئوية. المؤشر السادس عدد حالات المواليد أحياء، وكلما زاد هذا العدد دل ذلك على كفاءة أداء المستشفى. المؤشر السابع عدد حالات وفيات الأجنة، وكلما قل هذا العدد دل ذلك على كفاءة أداء المستشفى. وعندنا المؤشر الثامن عدد حالات وفيات الأمهات، وكلما قل هذا العدد دل ذلك على كفاءة أداء المستشفى. وبكده نكون انتهينا من الموضوع الأول من مادة إدارة المشروعات الطبية بعنوان مقدمة عن إدارة المستشفيات.